معالي الوزير، بالنسبة للمشروع المدمج للفوسفات الذي يربط 4 ولايات بنت بسة سكيكدة وصولا إلى عنابة، هل ممكن تقدم لنا أكثر تفاصيل على هذا المشروع؟ إلى أين وصل اليوم؟ مشروع ماشي حسب البرنامج ودراسته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون له توقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله.